قطع الاتصالات أكبر مزراب هدر بملايين الدولارات، مخالفات مالية فاضحة وتوظيف عشوائي غير قانوني، والفاتورة الأغلى بالعالم. كيف عم تنصرف ووين عم تروح؟ الأشغال العامة وبحجة بناء لبنان هدمت خزينته المالية، تلزيمات بالقرعة وسرقة وتواطؤ مشترك بين وزارة الأشغال والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الإنماء والإعمار. وبالأسماء، مين هن متعهدين الجمهورية ومين هن السياسيين يلي بيدعمون؟ بحلقة خاصة من لبنان ينتفض مع رياض طوب، 14:45 على الـ MTV.